سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله التواب الغفور الرحيم الذي خضعت لعظمته الرقاب ونالت لقدرته الشدائد الصلاب. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال المخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين لا نظلم
العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم احملن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن طاهرات تقيات نقيات واجعلهن في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تحفظ أمير المؤمنين. اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية. اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.